ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عثر مساء اليوم الثلاثاء 26 مارس على جثة سائق سيارة أجرة بتيزنيت داخل منزله الكائن بباد أغلو داخل السور العتيق بالمدينة وعليه آثار طعانات. وأوضحت مصادر محلية لماروك أخبار يومية أنه تم العثور على الهالك المزداد سنة 1961 جثة هامدة مدرجا في الدماء داخل منزله. وأكدت هذه المصادر أن جثة الهالك الذي كان يشتغل سائق سيارة أجرة تحمل آثار جريمة شنيعة، حيث تلقى طعنات قاتلة في أنحاء مختلفة من جسده ومنها عنقه وبطنه. وفور علمها بالحادث حلت بعين المكان عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية والوقاية المدنية، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار إجراء تشريح طبي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.